السياسة وللأسف أنا قبل الثورة العربية في ليناردو زوز ليناردو في الحزب العريق لديه اليوم عمره 20 سنة سي سعيد المشيشي اللي كان يتحدث وسي رضا العواطي كانوا في الصفوف الأمامية قدام الطاغية وقت اللي كان النضال وقت اللي كان اللي ناضل ما ينجمش يخدم ويعرض عائلته ويعرض أهله للمخاطر. وهذاك علاش احنا اليوم نعتزوا بالتكتل وبالمناضلين متاعه وقت في الجهة. اليوم كي نحكيو على المبادئ واحنا شعارنا اللي تشوفوا فيه ثابتون على المبدأ وفاعلون في بناء المستقبل من المبادئ أنه كيف يتيحوا شهداء كما طاحوا البارح شهداء. احنا اليوم وقفنا كل الأنشطة اللي فيها مظاهر متاع الاحتفال ومتاع الزفة اللي كانت مبرمجة لأنه هذا مبادئنا. وقت اللي نسمعوا في التصوير اليوم نهار كامل وقت اللي بارح نشوف واحنا كنا في الكاب وقت اللي نشوفوا العباد ما عندها حتى تقدر تعرف كان التاجر بالشهداء وتستعملها لحسابات سياسية أما وقت الرسمي حتى هما ما غير الحس وقت اللي يتيحوا شهداء من الجيش ومن الحرس أقل حاجة أنه نحترمهم ونحترموا الموقف هدايا وتكتل ديما يعبر وهذا الأسلوب بتاعه أنه ديما وفي مبادئه منذ خلق وديما يفعل للبناء ويجاهد من أجل البناء ما غير لا شعبوية وما غير لا معناتها خروج في الإعلام أكثر من لازم باش يقول أنا عملت وشنو عملت. والتكتل عمل برشا منذ 3 سنين تكتل وقف في صف الثورة تكتل ما جراش للحكم تكتل تعد في صف الثورة شارك في الانتخابات شارك بأسلوب هذا أعطاه الشعب ثقته وقال له تحمل مسؤوليتك كاملة وتحملها كاملة تحملها صلب المجلس التأسيسي وعلى رأسه الدكتور مصطفى بن جعفر أمين العام ووصل بكل الحنكة والخبرة والرزانة والثقافة السياسية الديمقراطية اللي في العروق تمشي وصلنا لدستور اليوم الناس كنت تعتز به ووصلنا المؤسسات اللي إن شاء الله كما دار هذه اللصوص اللي حطيناها اللي مش تبنيها عليها تونس الجديد. وفي الحكومة كيف ما قلناش هي الأمور صعيبة خلي نقعد من برا ونتفرجوا وننبروا واللي يغلط نعطيه وده أسهل حاجة لأنه نعرفوا الوضع بعد الثورة والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع ما كل المصاعب لأنه بخلاف الثورة اللي قامت عليه من فقر وتهميش وبطالة وتفاوت جهوي كبير ياسر هذوما كلهم الإرث بتاع المنظومة القديمة يتزاد عليه المصاعب بتاع بعد الثورة وقت اللي الطلبات تكثر وقت اللي الأمن يختل وقت اللي الاستثمار ينقص وهذا كله يلزموا عباد تمن أنه وقت المشاركة في تطيح النظام لأنه كان نظام فاسد لأنه كان نظام هامشة لأنه كان نظام لا يخدم ولا يأمن لا بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بالعدالة الاجتماعية كي نطيحوه ونتهناوه على المسار صرنا نبداو نبنيه والتكتل البناء رغم اللي كل ما لاموا علينا من شاركته وشاركته في حكومة النهضة احنا هذاك مشروعنا مأمنين به انه كي تصير انتخابات يلزم احد يحط يده في العجين مع مبدأ الثبات على الإصلاح والثبات على العمل والثبات على الوعود اللي ما عملناها وما نحكيوش عليهم ياسر والإعلام ما يحكيش ياسر على اللي عملناه في العوام هدايا بخلاف الدستور كما قلت اللي عملناه في من أجل على الأقل وإيقاف النزيف متاع التدهور اللي صار متاع الاقتصاد متاع الاجتماع متاع الإضرابات وبدينا في إصلاحات وبدينا في إصلاحات كبيرة وعملنا إنجازات ما هياش في المستوى الطموح متاع الشعب التونسي وانتظاراته اللي عنده 30 و50 سنة يستنى فيها أما على الأقل بدينا في سكة الإصلاحات اللي إن شاء الله باش بواصلة العمل الإصلاح هذايا باش تحل برشا مشاكل تحل مشاكل العمال
وتحل مشاكل الفلاحة وتحل مشاكل العاطلين على العمل. واليوم برنامج التكتل اللي مانيش باش ندخل في التفاصيل نتاعو انبنى على ثلاث حوايج. الحاجة الأولى هي مشروعنا الاقتصادي الاجتماعي اللي نمنو به، هذايا المشروع الأول. الحاجة الثانية اللي تنبنى عليها المشروع بتاعنا هو مشاركتنا في الحكم، لأنه مش كما تبدأ برا وتبدأ في نظريات متاع إمكانيات غير معقولة، مش كما تدخل الداخل في وسط الدولة وتفهم الصعوبات وتفهم الأولويات وتفهم الآليات متاع الإصلاح. وهذا تجربتنا في الحكم خلاتنا نعرفوا شنو هما الأولويات باش نقدموا مشروع مقبول ومعقول للإنجاز، لأنه احنا بطبيعتنا ماناش حسب تاع الخبزة بالمياه وتاع النقل المجاني وتاع الاستثمارات المهولة اللي مش تصير. احنا مدول حسب مسؤول، أما زدنا تعرفنا على من داخل الحكم على المصاعب باش إن شاء الله معناتها نكتسبوا ثقة المواطنين كي نرجعوا نعرفوا اللي زدنا نمشيوا له من أولوية الأولويات لمواصلة الإصلاح. هذا وهذا اللي بنينا عليه برنامجنا، وبرنامجنا يتلخص في ثلاثة محاور. محور أول هو المحور هو الجانب السياسي، هو إعادة بناء المؤسسات، لأنه اليوم عملنا دستور ودستور مهم ودستور كل العالم أشهد بتميزه وأشهد بمدى قدرته على تحقيق المؤسسات والعدالة والحقوق والحريات ولكل المواطنين التوانسي. أما الدستور ما هوش كافي، يوم الدستور هذا يسمو يترجم على أرض الواقع، يترجم في قوانين، يترجم في بلديات منتخبة وعندها صلاحيات باش الشعب يختار رئيس البلدية متاعو على برنامج، وباش بعد يحاسبه وقت اللي يقول له باش نعمل لك الكياس وقت اللي يقول له باش نعمل لك الضوء وما يزيرش، لأنه ما يحس المواطن ما نوصلوا نحسوا حقيقة بالديمقراطية شنية الكلمة هذه السحرية إلا ما تصير الديمقراطية المحلية. وهذا الباب السياسي بتاعنا هو وضع كل المؤسسات توا بعد ما وضعنا الدستور حسب الدستور الجديد وتطوير المنظومات القضائية باش القضاء يبدأ عادل، تطوير المنظومة الأمنية باش الأمن يولي جمهوري ما يكونش متسلط وقاعد يتصلح، أما مازال فيه تصليح كبير، وخاصة ضمان كل الحقوق عبر المؤسسات. هذا الجانب السياسي. بالنسبة للجانب الاقتصادي احنا عندنا فكرة أساسية أنه لا توجد نمو وتنمية من غير تنمية شاملة يساهم فيها العباد الكل، ما يقعدوش عباد مدين إيديهم للجهات أخرين اللي هي يصير فيها نسبياً النمو وهما يلحقهمش طرف، يزمهم يساهموا هما في النمو، يزم يكون عندهم فرص العمل باش يساهموا في النمو وباش زادة ينتفعوا من التوزيع العادل للثمرة متاع النمو، وهذا التوزيع العادل للثروات. والبرنامج بتاعنا مركز على الفكرة هذه الأساسية، كيفاش نوصلوا باش نعملوا استثمار، نطلعوا باستثمار على الصعيد الوطني وخاصة باستثمار بعدالة شاملة، لأنه كي نشوف في ساعة كيما الجندوبة اللي فيها معمل واحد، هذا غير ممكن أنه المعمل باش يخدم بلاد كيما الجندوبة، معناتها من المستحيل المستحيلات. وهذايا علاش ركزنا كيفاش نخلقوا مناخ استثمار يوفر أكثر فرص عمل وشغل في كل القطاعات. واحنا والحمد لله كل الجهات في تونس فيها تنوع اقتصادي، اي ولاية تلقى فيها البعد الفلاحي واللي هو ما هوش في المستوى، وتلقى فيها البعد الصناعي واللي ما هوش في المستوى، وتلقى فيها بعد السياحي والجندوبة، ولاية جندوبة فيها زادة بعد سياحي اما ما هوش في المستوى، وتنجم تكون زادة قطب بتاع خدمات، ولعله تنجم زادة تكون تلعب دور في الخدمات الصحية لقربها من الجزائر، لخدمات في التجارة، لأنه اليوم بوابة على
الجارة الكبرى الجزائر، وهذا كله معناتها الإمكانيات كبيرة وكبيرة ياسر، أما لأنه ما كانتش الدولة عندها استراتيجية وما كانتش الدولة عندها فكر، كانت تخمم في المدى القصير، ما عملتش المخطط العام للنهوض بكل الولايات وولاية جندوبة كمثل. ولهذا احنا قلنا الاستثمار لازم نحضروا له المناخ، والمناخ هذا مرتكز في برنامجنا على ثلاثة محاور. المحور الأول هو إصلاح الإدارة، لأنه من غير إدارة ناجعة مبسطة ما هيش معقدة، من غير إدارة مركزة على الإدارة المحلية ولا مركزية، ما غير إدارة شفافة لا يمكن أنه نطوره لخدمة المواطن لخدمة المستقبل. الحاجة الثانية هي البنية التحتية. اليوم من غير المعقول وما تجبوش نحي المياسر، كان واحد يجي يستقبل هوني وقت اللي الكياس يلزمه باش يوصل للبرج باش يصدر يلزمه يقعد ثلاثة سوايع، وما نجموش نستخدمه إذا ما فماش استثمار في البنية التحتية، في الطرقات، في الشبكات الرقمية، في المناطق اللوجستية الحديثة والصناعية. هذاك علاش احنا في التكتل عندنا تصور تاع برنامج استثمار شامل سميينه هذا ما يعبر عليه برنامج بلون مارشال للاستثمار في البنية التحتية، لأنه من غير بنية تحتية ما فماش استثمار لا عمومي ولا خاص. حاجة ثالثة هي التمويل. كل المستثمرين اليوم ملي يلوج على مليون باش يعمل قرض صغير ينتج به ويشارك في التنمية، وهذه فكرة يجب الناس الكل تشارك، والتوانسة عندهم حب المبادرة، أما في التمويل يدور وباش ياخو القرض، سواء كما قلت القرض الصغير تاع المليون ولا زوز ملايين، سواء المستثمر اللي مازال بيتخرج واللي يزمو قرض اكبر شويه نتاع 50 ولا 100 مليون، سواء المستثمر الكبير، عندنا اشكال نتاع تمويل الاستثمار، وهذا الباب الثالث اللي التكتل مقدم فيه برنامج، لانه من غير بنيه تحتيه قويه ومن غير اليات تمويل فيها البنوك وفيها التمويل الصغير وفيها التمويل الاسلامي، وهذا من كل اللي كنا متحملين المسؤوليه شخصنا وانطلقنا في الاصلاح، اما الاصلاح ياخذ وقت. أبا المفيد بدينا في السكر وبدينا نعالجه في البنوك العمومية، وعملنا تطوير التمويل الصغير، وعملنا تنويع التمويل واقتحام التمويل الإسلامي وما زال، وهذوما إصلاحات كبرى. وآخر إصلاح هو إصلاح منظومة التربية والتعليم، لأنه هذه أكبر كارثة صارت في بلادنا، هي هالمسار تاع التربية والتعليم اللي كان يوصل العباد الخدمة ولا يعود يوصل للبطالة، وقضاء على احنا ما نقوله قضاء على الكلافة، قضاء على البو والأم اللي هما قرروا وصرفوا وتعبوا في بالهم ولدهم باش يخرج ويعاونهم يلقاوه بعد ما تخرج بطال وما زالوا يعاونوا فيه، وإذا ما دخلش في مسار آخر بتاع تهريب ولا بتاع دروب ولا بتاع طيارات تطرفية، وهذه أكبر كارثة. اللي قرا كان يسخر روحه عنده أمل باش تحسن وضعيته وللأسف يلقى روحه بطال، واللي خوه الصغير اللي قاعد يخرج في المشهد قدامه واللي يقول خويا قرا وتعب وهو زي بطال، علاش تبني أنا نقرا حنشوف ثنية أخرى نمشي منها بلاكش نربح بلا حياتي، وهذه أكبر كارثة، وهذا يلزمنا الإصلاح باش نرجعوه. وفي الأخير بالنسبة للتكتل هو الجانب الاجتماعي، واحنا نحب بلادنا بلاد مواطنة وبلاد تكافأ الفرص، وفي تكافأ الفرص ما فماش واحد ينجم تكون عنده نفس الفرصة باش ينجح في حياته وقت اللي يلزمه ياخذ ثلاثة كيران باش يوصل للمقر القراية ولا المقر نتاع الخدمة نتاعه، ما ينجمش وقت اللي ما عندوش منظومة نتاع تغطية صحية تخليه مطمئن على صحته، والا منظومه بتاع سكن اجتماعي، لانه وخاصه في الجهات ما فما حتى استراتيجيه بتاع سكن اجتماعي يخلي العباد على الاقل ترتاح في دار. هذه السياسات الاجتماعيه الصحيه تنقل غابت الدوله لمده 30 سنه. تونس كانت بعد الاستقلال عندها سياسات بتاع سكن وبتاع تنقل وبتاع صحه 30 سنة اللي فاتت، ولا اللي لباس عليه
ينجم يقرا، لانه يعني حتى في مجالين التعليم ما عاد فما مجالين تعليم، انا مجالين التعليم وقت اللي يسمك ما توصل ولدك الا ما تقرا ليتود، وانت مش قريتوش في الخواص. كنت ولات تونس مشات في المسار نتاع اللي عنده يسلك اموره واللي ما عندوش يتنساه في الصحه وفي التعليم وفي التنقل. وهذا احنا في التكتل من مبدا الاجتماع الديمقراطي لازم الدوله تعاود ترجع وتشد الثمان باش تحط استراتيجيه نتاع هالاستراتيجيات الكل، الصحه والتعليم والتنقل والسكن ومناخ استثمار يوفر كل التحفيزات، مش التحفيزات اللي بالوجوه ومش التحفيزات اللي ماشيين نفس العباد. وهذاك علاش اخترنا كشعار للبرنامج اللي يعطيكم جمله من التوجهات نتاعنا، حبوها تونس للتونس الكل، مش تونس للبعض، تونس لجزء صغير اللي هو واصل واللي هو عنده المعارف واللي هو عنده الامتيازات ولا اللي هو ينتمي الى حزب معين. احنا نحبوها السياسه وبرنامجنا الكل مبني على سياسه تخدم التونس الكل، وربي وفقنا وصوتونا باش تكون عندنا القدره باش نحقق البرنامج هذا. وشكرا.